أهلا بحضراتكم مرة تانية. في الحقيقة لا تتوقف مساعي الدولة عن إنشاء مجتمعات عمرانية وسكانية جديدة لنقل أهالينا اللي كانوا موجودين في الأماكن الخطرة والأماكن العشوائية إلى هذه المباني الجديدة والعمارات الجديدة بشكل يليق بهم، بشكل يليق بتقديم حياة كريمة لهم ويليق بالجمهورية الجديدة. عندنا مشروع دلوقتي مهم جدا، هو اسمه المشروع 25 عمارة ذات طابع مميز، تقدم كل الخدمات الموجودة تقدم للمواطنين و متوفرة في هذا المشروع. عايزين نروح نشوف دلوقتي مع حضراتكم هذا المشروع من خلال هذا التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. مشروع 25 عمارة بمدينة رشيد، تلك المرحلة العاجلة من المشروع والتي رعي فيها الهوية البصرية لمدينة رشيد القديمة، والذي يتضح من خلال المشربيات والتي تتناسق مع التراث القديم للمدينة. الخمسة وعشرين عمارة هي مجموعة من العمارات بتقع في المرحلة العاجلة للمدينة، تم عمل التصميم وتم مراعاة فيه الهوية البصرية للطابع لمركز مدينة رشيد. المتمثل مثلا لو اتكلمنا عن ان احنا خدنا منهم المشربيات الواضحه في ال 25 عماره عندنا، ده طبعا من الطابع او من التراث القديم لمدينه ومركز رشيد. بيتم اعتماد التصميمات من مكاتب الاستشاريه وبتم مراجعتها من شركات المقاولات برضو قبل ما ننفذ، وتم مراعاه جميع الاشتراطات في الاكواد والمواصفات المصريه في عمليه التنفيذ. وتم اعتماد التصاميم من خلال مكاتب هندسيه واستشاريه مع مراعاة الأكواد المصرية في التنفيذ. هذه المرحلة العاجلة من المشروع والتي بنيت في المنطقة القريبة من المدينة الرئيسية، وهي كاملة الخدمات وتطل على البحر المتوسط. ده المرحلة العاجلة من المدينة. المرحلة العاجلة للمدينة تم اختيارها بناء ان هي اقرب جزء من المدينة للمدينة القائمة، بحيث ان تكون قريبة من الخدمات المتوفرة اساسا في المدينة القديمة. طبعا احنا بنوفر هنا خدمات واللوجستيات بتخدم على ال 25 عمارة أو المرحلة العاجلة، بس الفكرة كلها إن هي تبقى قريبة من المدينة عشان العمال أو طبيعة المسكن، توفير العمالة والخدمات اللي بتخدم عليهم سواء مسكن ليهم أو إقامة ليهم، دائما كانش أساسا العمالة شغالة هي من المدينة نفسها ومن المدينة اللي قائمة. المساحات هنا بتتراوح تقريبا من 90 ل 93 متر، التشطيب طبقا طبعا للمواصفات المصرية والأكواد المصرية، وطبقا طبعا للمقايسة اللي بيتم إعدادها والموافقة عليها من السلطة المختصة، لأن كل نموذج عندنا بيبقى ليه مقايسة منفصلة وليه مواصفات وتشطيبات منفصلة عن التاني. ده طبعا طبقا لنوع النموذج، يعني النموذج اللي عندنا هنا هو اسكان متميز وطابع ساحلي، فده بيبقى ليه مواصفه لوحده وده بيبقى ليه مقايسه لوحده وليه نوع انواع تشطيب معينه. مشروع ال 25 عماره هو اسكان متميز بطابع ساحلي في مساحات تتراوح من 90 ل 93 متر.